سيداتي سادتي، مرحبا بكم معنا الى حلقة اخرى من حلقات برنامج ريحة الدوار. ريحة الدوار اليوم كيحط الرحال ديالو في منطقة اسمها سيدي بنور. ايه سي مشعيب كوكو عند سيدي بنور قديم. قديم سيدي بكري قديم، وكانوا جاو والدينا بكري ليه، جاو في عام 1885. هذيك الساعة كاينين جمال، كاينين كل شيء، هذه البلاد كاينه عندنا جمال، كنا كنحرطوا بهم، كنا كنديو بهم، هما اللي كنا خدامين بهم. وهذا سيدي بنور السوق بينا هو اللي كاينين، كاين بحال الشاويه جمعه حيم هي اللي كاين فيها الرامه. الرامه شنو هي؟ شنو هي الرامه؟ اسيدي هي البغال اللي كانوا بكري كيحرطوا بهم، ما كانوش تراكتورات، كاينين البغال وكاينين الخيل. جمعه حيم هي السوق اللي فيه هذا الشيء ديال الرامه، وثلاث سيدي بنور في دكالة، وفي سطات في عمر نهار السبت والشاويه. هادو هما اللي فيهم، حيت بكري ما كانوش لا تراكتورات لا حديد لا والو، كانوا الناس كان بكري الناس كيحرثوا بالجوج، كيتشرى من هاد السواق. لاخطاك في هاد ثلاثه، لاخطاك سيدي بنور وكاين جوج جمع ديال السعيم والسبت ديال سطات. سطات كاين جوج، بقيتي خلا بقيتي. وواحد القضيه، كانوا بكري الجمال كيجوا في الصحراء، اي كيجوا على رجليهم، كيجوا على رجليهم، كيدوزوا الجمال، كيجوا على رجليهم، الجمال على رجليهم، كيدوزوا لحد الدره، حد ديال الدره ديال الشيادمه، حد الدره الشيادمه، ويدخلوا الجمات حايم ديال عبده، ويجيو لسيدي بنور ثلاث، باش كان مسمي ثلاث، كان غير ثلاث. ومن تما كيدوزوا للسبت تاع السطات، في الاخير كيمشيو لفاس، كيدوا من الجمال صافي. لاش كيقولوا دكالة في القصعة وكالة وفي السمار كالة؟ هما كانوا القضية ديالهم الأكلة المزيانة، الماكلة اللي كي يأكلوا، وهو الكسكسو بينه والقصعة. كل بلاد لها عدة حاجة، كاين اللي عدة المحنشة بحال مراكش، كاين اللي عدة بحال فاس البسطيلة. احنا كاين عدنا هذيك القصعة دكالية الآن باقا بالقرعة ديالها بكل شيء لها، القرعة دكالية ديال الشتوكة، هي القرعة اللي كاين عندنا دكالة حين الشتوكة تاي دكالة زين، كتسمى الشتوكية وكل شيء. دابا معروفين سيدي بنور والسماركلة، وهما الجري، كانوا هما ناس كيمشيو لكل بلاد، ما بغيتي يمشيو للبلادات كيبيعوا كيشريوا كيديروا دكالة، دائما كيسافروا. وأكثرية ديالهم بحال تا الزمام راه الغنادرة كاين عندنا بلاك. دابا في السمار كالا زعما كيمشيو على رجليهم بزاف، كيمشيو كيمشيو داك الشيء، هادشي اللي كاين. اييه، وناس رجاله وعفاريت ومشاو للغرب، مشاو ما مخلين فين كاينين، حتى فين ما مشيتي اليوم كاين، شادين الغرب كله، شادين التيدات، شادين الخميسات، فين ما مشيتي دكالا باقي الان الرؤساء كاع من دكالا بزاف تاعنا. شكون عندنا الكبار ديال دكالا شريف الا تعرفهم؟ الناس اللي معروفه بكري، كانوا بكري هما القياد، القياد الاستعمار. زيد قول لي القياد شكون؟ قايد الهرموشي. قايد الهرموشي زيد القيادات هما زيد. وزيد لا زيد سيدي كان كان سيدي اسمه العونات، فيها القيد التونسي زيد، هو اللي قين القسوه ديالو، اللي كاينه القسوه ديالو راه كاينه. وقباطا والسعلال بن دباك، سعلال بن دباك هذا بكري تا هو السعلال، كان في سيدي بنور هذا ملي جاب الحمد دنيا، وجاو ناس اخرين بني هلال، فيها القيد الهلالي، القيد كيحل. ايوا زيد سيدي، هادو هما الناس اللي كانوا، وكاينين معاهم بزاف تاع الناس. اييه ولاد الحمادي كان هو القيد اللي في سيدي بنور، هو القيد محمد بن الحمدونية، مو من القريه. قول يا سيدي شريف، قلت لي يا سيدي بنور كان كله كيفاش؟ سيدي بنور كانوا فيه ديور قلال، وكانوا الناس كل شيء دايرين نويل، واللي شويه لاباس عليه كيدير نواله مظهر نوي انو كان، ولا كان شي قايد، ولا كان شي هو اللي عنده الدار. كيفاش هاد النويل دايرين؟ النواله كتصوبينها، كيمصوبينها بالقصب دايره، وعندها البويب صافي، وكيغطوها بالتبن صافي، والغيس على القرموش ديال التبن، هذاك من داخل الخاوش، هادشي اللي كاين صافي صافي. هادشي ماشي لا ديور لا والو، لا والو ما كاينش. هادشي فاش كانوا عايشين الناس، هادشي فاش كانوا عايشين. قول لي شريف، كيعاودوا على القفال مصوب في بني هلال، كيفاش هاد البلان؟ كيقول لكم هما اللي اختارعوه. كيفاش هما اللي اختارعوه وداروا الدجاجه الكارسون او باش ما تبيضش على الجيران؟ هما اول ما اختارعوا الكارسون داروا الدجاجه باش عمر البيض ما يطيحش يدور فيه يجيب الكارسون الله يكرمك. وديس قول لي يا سي علال، شكون الاول اللي صاوب القفال؟ القفال سيدي صاوبه من هلال، هما الاولين. هما الاولين ومنين جاوا هما؟
وسيدي كعاودوا لنا جدودنا وكل شيء. قال لك هذوك الناس سيدي كانوا كي قلت لي كانوا حساس بيا. كانوا حساس بيا يعني البقميزاق. لا البقميزاق ناس ناس على بال. كيفاش على بال؟ على بال كي يعرفها سيدي. هو راه بداو انه بالاول عام المش المش ايه المش لقمو حلق مال مرته وقال لي جرب لي هذا المش شحال كي شحال كي ياكل. قاس لي واحد اللقمه المش لوها معاه اضرب الحساب لقى السيد كيضرب لي شي 4 طن في العام تاع تاع الماكله هو يقتلو. شويه ثاني يضرب الحساب ثاني للقدره داك الشيء ديال القفال كيدوروا بالعجينه كيدوروا بالعجينه زين. لقى ثاني شحال ديال الكيلوات كيمشيو ديال الدقي هما يخرج القفال دار شرويطه هايدا داك الشيء ودور شرويطه على القدره ولا القدره كت الفار نفس ما تخرجش بها والو. المازوت المازوت ما كاينش. كان بعد كانوا دايرين هذاك البغلي ديال الدقيق كان كيبردي شي حاجه كتخرج من هك من هك من هك يديها كاع مكويين. بعد داروا هذاك القفال شرويطه النفس ما تخرج عاود حايدوا شرويطه ثاني داروا الميكا خلينا نشد على الميكا كيلو الميكا ثاني النفس ما تخرج. اش من دري انا وقت ولاش ولا سيدي تال ديك السبعينات عاد ولا شمندر انا ولا وشني الفلاحه اللي كانت هنا الفلاحه كان من قديم كان شعير كان القمح بلاتي كان شعير ايه والقمح القمح الذره ايه فارينه الفول فارينه زين ايه كل شيء كاين شنو هي الحلبه الحلبه زرعت كدات كل شيء كيدار هذا الحلبه ايه كيفاش لا بغا يدير دخل دير في بلاصه العدس زيد فين دخل كان عجد الله يرحمه كيقول لي العربي من سعيد فين كانت هذا كان في دوار ولد من دبه ولد حمد ولد مواريد في كاينين هاد المواريدات والمواريدات سيدي راه جا وحده حدا ورار في كاين هاد ورار ورار سيدي هو الضيالي فيها 7 كيلومتر تقريبا درك هاك تولي 8 كيلومتر فين فين هذا في الطريق ديال ولد عمران طريق ولاد عمران كاين هاد ورار اي تما كديروا العدس لا غير كنديروا في الجناب ديالو الحمص اسمع ديس وكاين تما سيدي سعيد ديال القواسم دوك هما اللي الطيور باقيين كنحرطوا في الورار اي عندنا البلاد كنحرطوا ولكن انا عندي فيه حقي يا سيدي العداك هذا اللي الكلمه اللي قال لك انا عندي حقي دوك هي ما نحرط فيه حتى الايام الجفاف فتكون جفاف سيدي عاد يهرب داك الماء عاد نحرط انا تكت فرح الجفاف واش غادي يكرمك وديس الله يسلطوا عليك عاودك واش غادي ندير نكذبوا الشريف دابا قلتي لي كاين شي دوار عندكم هنا كيزرع العدس كاين مراد كامل هادوك اسيدي من ورانا من ورا ورار بحال مشيتي لتول مسناوه مولاد عبو الى حال نهار تحرد حداهم اسيدي هذاك العدس كلشي مرض هذاك الدوار كله علاش كيتسمى العدس هو العكس كاين مرض هذاك الدوار لا كتب سلامه واش سي ودركا شي واحد الناحيه ديالو مسمينو دوار العكس سبابو شنو هو العدس كيتسمكو كلشي شي غادي هوك شي غادي هوك واش مناش داك الشيء الله اعلم وبعد كيمشيو يشوفو كيموت العدس صافي صافي ما يتحاملوش معاه هو ما يحملهمش وهذوك ما يحملوش وإلا زرعتيه في قنتي نوض هاي نوض خير وسلام ما تديش عاد هذوك القنت ما تقربيش لهادو هادوك إلا شافهم كيف مرضوا نهار ينوض بعد يتمر ونهار يشوفوه هما كيمشي بحالته كيطفى ولا شافوه في الحوانت كيهرب من الحوانت لا 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 بعد يكون نايض هما في الحوانت ما يدوش معه الله يكرمك الله يبارك فيك نعمس قلتي لي مال هذاك السيد على ورار مال هذاك السيد سيدي كان واحد السيد باغي يقطع هذاك الواد ديال ورار ديال ورار السيد كيمشي ويجي دابا نقطع دابا نقطع يلا ما ديال الله ويحجل لي واحد العفريت اتوقف عليه اتوقف لي اش لابس قال العفريت قال لك سيدي داك السيد كيبان نصو وما شاتش في الارض شويه تيبان لي في الهواء شويه تنزل تحاضر لنا عاود لينا السيد سيدي ما حاضر لا عاود لينا ايوا الحاصل يا سيدي قال لي مالك تخبط قال لي يا ودي باغي نقطع الواد قال لي شحال تعطيني ونقطع؟ قال لي لا قطعتيني نعطيك 8 ديال الفول. شحال يعطيه؟ 8 8 ديال شنو؟ 8 اخويا جوج عبرات جوج عبرات ديال الفول. جوج عبرات ديال الفول. شحال دير من مرميطة هذوك اللي كيبيعوا في السواق؟ شحال يقدك هذوك هذوك راه يقدروا يديروا في المدينة حتى 400 قميلة كاع. 400 قميلة. كاين الفول هذا الفول ديال ورار على قداش شي حاجة ديال ورار يا عجبة. يا عجبة سيري. مالقي مالقي. إيوا الحاصل يا سيدي بعد قطعوا قال لي العفريت ورا ليا.
أرى لي تمني ديال الفول قال لي ماني حارس وراره يا دواراري. اللي درتي فيه الفول كيصدق واش لعبت الدراري درتي فيه الحمص ودخل شي واحد وقال تسب كل شيء ما تلاش داك القلوش ما تبقى فيه تحبه دايما منوع تدخل الفدان ديال الحمص وتقول تسب الا قلتي تسب لا قلتي تسب وتقول شي حمص تبقى الغله مشات وتقول دايما الله بقى عايش دوره حاشا طبب بعدا الله يكرمك. القرعه الدكاليه هي معروفه من زمان لينا احنا عندنا القرعه يعني عندنا حاجه شريفه كتمتاز هي على اللحم لينا اللحم هو الغلا ديالو كتجي القرعه فوق منه شحال واحد دروك كيقول لك لا القرعه هي اكثر من اللحم قيمه لانه كان الدكاليه يعني كانت مراه قويه. اش كتعمل هذه المراه يعني الوقت اللي كان ما كان لا منشار لا موس ولا هذا يعني باش يعرفوا الامتياز ديال المراه قويه هي كتورك على ديك كتبرك عليها تبرك على ديك القرعه كتفرشخها سالينا. قول لي يا شريف علاش كيقولوا دوك ولا دابا عندكرو دوك ولا نذكروا القرعه. القرعه سيدي المذاق اللي كاين هو لا جيتي المعقول وتبحث على القرعه راه المذاق اللي كاين في القرعه ديال دوك ولا ما كاينش في شي بلاد لا. وعندنا ديك القرعه الحجيه سميتها الحجيه كيقولها الحجيه ناكلوها وديك الزريعه ديالها كنربوش هذيك الساعه كياكل داكشي ديال السكر وداكشي كتولي فيه الحناش سينتا الربوش ما دري صغار هو دري زيد سيدي تشافر كيولي فيهم داكشي ديال السينتا الحناش الدري راه تبقى تجبد منه 3 متر و 4 متر ديال السينتا الله يرضي عليك سينتا ديال الفيلم والحاصيل واسيدي بعد كياكلوا ديك الزريعه دقبط لك سبحان الله العظيم كيقيس العيش ديالها. لا بغيتي الرجاله سير الدكالة شي الاخر كله عيال لا 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 حيت عندنا بنادم كيخدم دوريجين ما كاينش عنده ديك التحراميه هذو اللي بنادم كطلقيه لا في ماكلته ولا في كل شيء ما كاين العرق وبد حط لي الماكله ملي سالي من الخدمه ياكل عرقان حيت باقي خدام عرقان حيت يزعم ما كاينش المزاح. عندنا الناس يا سيدي تبارك الله شحال كياكل الدكالي كاع شحال يقدر شحال شحال يقدر لا 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 كان شاطي واد ولا معنا هاد نوف اللي ولا عيان شويه مع ديك الجلبه ومع داك الشيء هما اللي خرجوا عليه هما كان عندنا بنادم كان عندنا بنادم بعد يجيبوا حمراء كيدي الثالثه تجي العوايات ديال الرابعه كيبقى شي حاجه داك المغشوش فيه تعيط عليه وخد القيل تران كيتم غادي تلقى مع الجلبه كل شيء وعاد عيط عليها جا وليديها عزيزه طاهر كيقول لك عرفتك اش بغيتي. عندنا كان عندنا الدوريجين بنادم فين باقي لقاه ولكن الحمد لله هادشي اللي باقي عندي باقي معنا رحنا غاديين معاه. دابا الدكالي اللي تحطت قصعه اي كيسبق اليمنى ولا اليسرى كيتلفوا لي اليدين بجوج مع الغسيل الله يرضيك ها هو يولي تبع له كيولي بحال يشبك انتوما باليو اسيدي وانتوما باليو بحال باغي ينوض الخيل ما كاين عاد ربي ويلي شحال كتاكل درك وانا سيدي الله يجعل البركه حال كاع الله يجعل البركه سيدي بالا ديال التبنجه لا لا هما حنا ولينا بهيمو لا لا حنا الماكله سيدي الماكله عندنا حنا خرج علينا هادشي ديال الكاميوات ولا هادشي ديال الدواء هو اللي خرج علينا هما اللفت هما اللي تقرجيه في البحيره تاكل صندوق تاع اللفت عارف كم تتقرع صندوق ديال اللفت اللفت الابيض واللفت واللفت الاصفر فين درك ودرك قال لفتا 4000 ما تقدرش تكملهم كاين تعجب ايوا دابا بغينا نعرفوا الربيع الاولين اللي كانوا في دكالة شكون كان منهم جملتهم الثلاثي خلوق اييه كان منهم سي بن عبد الله زي كان منهم العسري زي كان منهم سي محمد الفطح زيد سي هو اللي لامين ديال المجموعه دابا ديال الفلكلور سيدي بن نور كان ولد الحسناوي سي عبد القادر هادو كلهم مع صحاب الشيخ هادو كانوا من الكمانجه وبالرباعه بالشيخات ما كاين الحكاك بالعيطه بكل شيء هذاك الساعه ما كان هادشي ديال الضو ما كاينش ما كاين لا ضو لا والو عطين وتعريجه ومندير صافي الشيخه كتغوت الشريف ما تغنيش نعم الشيخه لا كانت كتعيط عياطه كيديروا لها تعريجه ما كانش عياطه كيسدوا ليها كيعطيوها التعريجه ويسدوا ليها التعريجه بشي كاغيط ولا يعطيوها صندوق لوقيت باش تعلم الحرفه تعلم الدقه ديال التعريجه ديال المرصاوي الا ما داروش لهاد لاك الكاد تخسر الميزان غادي تخسر الميزان ما غتكونش ميزان نعم داكشي كيدوز مضبوط في دكالة يعني مشان عبد العيطه شنو وقت بداو هادو الثلاثي خلوق الثلاثي خلوق بدا من السبعينات قول لي شريف اش قلتي يا ربي لا تحافينا
يا ربي لا تحافينا. ما نبغيوش اللي ينهينا. ما نبغيوش اللي ينهينا. نبغيو على لاقت بينا. نبغيو على لاقت بينا. ملي ما كان فينا غدر. ملي ما كان فينا غدر. كان ما بين الحد والحد يسرح البقر. ما بين الحد والحد يسرح البقر. وملي ولا فينا الغدر. ملي ولا فينا الغدر. شديناه وتحامينا عليه. شديناه وتحامينا عليه. وخرجت المحرات موجيه. خرجت المحرات موجيه. والراجل يزلق وخا يدوز على رجليه. والراجل يزلق وخا يدوز على رجليه. شريف هاد سيدي عزوز مالو؟ كان واحد الوالي من اولياء الله. من ولاد السبوحية واحد 10 ولا 12 كيلومتر من سيدي منور. وكان هذوك ديما هذوك ولاد السبوحية فيهم كيخرج واحد كان هو كان مولاي المعطي كانوا بزاف من واحد المراته هي كانت كانت البيضاء قبل كان علينا. وهذاك السيدة سيدي البركة ديالو كل شيء الحاجة اللي قالها كتكون. وكانوا ذاك الوقت النصارى وذاك شيء وكيكون الحاكم واعر وما حتى كيجيه يقولي واي اللي يجمع صراوتك الصباح ما يخليوش. وشي واحد اللي كان شي حاجة كيجي عدو يقول لي هذاك الكلام كل شيء زعما هذاك السيد كان واحد شريف باركته وكان هو فين كيسكن كيناس هنا كان السوق القرنة السوق القديم قديم الأول ديال سيدي بنور اللي باش سيدي بنور كان كيقولوا لي الثلاث وكيقولوا الناس اللي كيناس القرنة كيتريح لا سيدي ساكن تما هو مسرح هو كل شيء مع باركته والو كتصب عليه الشتاء ولكن ما كيتبلش ما يسردش لا البلاصه ديالته داير مدلل لا. لا 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 ما يكسب هو كانش المدلل قاعد ما يعرف والو كاين الشميكه كيدبحوا الجمال وكيبقاو شي عضومه تما داك الوقت وعلى كان شي واحد ولا شي حاجه يشير عليه به يشير بالعدم يشير بهذاك العدم ويجيبه فيه ولا لا كان ما عجبوش على ما عجبوش يشير له العدم يشير له وإلا عجبوك يشير عليه بالعدم لا ما يكلم يقول لي صافي ها غادي يكون عندك ها غادي يكون ها غادي يكون وداك الشيء كيكون ما ياخذ لا فلوس ولا الماكله ما ياكلهاش منك لما كنتيش كيعرف الناس عند من كيجي حنا ساكنين تما عند الباب ديك الساعه كان واحد الواد دايز وكل شيء تيتمجي سيد عزوز عمرو ليتاي ديال هذه عند ما في الدار ما علينا ما يضرب حد ما يمس وراجل كبير ومقدر واحد الحياه كيدير وكتكون واحد الكليبه تابعه صغيره وكيكون هاز واحد الشقيره وتمشى للبلاد نهار اللي غادي يموت مشى لواحد الضايع عندهم في الدوار تمات مسكين بلادهم راه ميت الان باقي القبر ديالو باقي هذاك الشيء الشريف علاش كيبانو دوك لك وعر ودوك لا من بكري وبالاخص كاين واحد البلاصه هذوك ولاد السبوحيه كانوا شي وحدين هما طوال السوق واحد جوج حنا ديك الساعه باقي عندنا ديك 7 سنين ولا 8 ومرا لي الوليد واحد جوج اطول وحدين هما هذوك الجوج السوق تسبق فيهم الشتاء هما الاولين يسبق فيهم كل شيء كيفاش الشريف قلت لي ياك الناس طوال او كان عندنا واحد في القرابزه كيقول لي وين القراصه 4 متر الفوق 4.5 متر 4 متر ما كيتلواش من الفوق لا بعد قالوا الكاميوات ديال ليسانس كيقول لي كاميو ديال لانطير واقف ويهز الدلاع يحط على راسه يستف بحال تقول يستف صندوق هانيتهم طويل الحرام بزاف هو اللي طويل عندنا تما في الكرابزه ولكن 4 متر كثيره هو يمكن اسيدي غتكون 4 متر ولا الكاميو شحال عالي من الارض لا غتكون واحد إيش هذا شي مترون والمهم راه كيطلع الكاروسري ديال الكاميو كيبدا يحط في الدلاع على تقول ساري قد في صندوق تاع صندوق تاع لا تفوتش شي متر نقص اسيدي انا عطيته 3 متر وكاع ونقص نقص لا والله ما باقي نقص بالله لا لا اسوي شوقي لا 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 والله لا باقي انا غنرجع 4 متر ولا جد المق ها غنرجع 4 متر صوصو حيت انا عارف انا شاد اليقين ديالي ننقص الله يرضي دير اسيدي جوج يلا يلا بارك ازيد عاود واحد شوقي دير جوج ونص لا 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 اسيدي غتكون 4 اجيت المقو غادي ترجعني لنا ثاني 4 جهه ونكذب عليك وانا يرضي عليك لما دير متر و10 ما يفوتهاش لا متر و10 ما عندناش حنا بنادم ديال متر و10 كاع كاينش السوق ها هو دخل ليه وتجي كاين جوج متر ويلي ويلي على هذا السوق ودوك القياطن وهذوك الكاشات اللي دايرين بيناتهم زعما هذاك الظل على ماشي لما تحضر غادي يجر كل شيء شغل جمالي شغل جمالي عندنا سيدي بنادم طويل ما عرفت علاش وسيدي من ديال الماكله ولا لا الجاذبية سيدي ديال المرقد مرقد عندنا والهواء عندنا زين عندنا اي عندنا الكرموز مناش شريف ما كاين لا بحر لا والو الهواء نقي اه متى هذاك الحرام اللي كيقولوا تلوث وداك الشيء ما عندناش ما عندكمش انتوما لا والو لا ما عندناش عندكم على الخلا كطوالو اه الخلا وما خلا ما عندكم من يمنعكم والو والطول مزيان الطول مزيان انا على عقولي انا كان بنادم سيدي كيسرح يتم غادي مع الست تاع الجنان
ونهار يتلف عليك تتبعيها بداك الجلو ديال الكرموس. ها هو داز هنا هو داز هنا تلقى. كانت بكري غير القريه شويه سموه الفيلاج وثلاث شويه عاد ولا مدينه سيدي بنور. الحمد لله احنا وصلنا حتى العماله سيدي بنور من الفيلاج. وعلاش الفيلاج؟ بانهم كانوا نصارى المؤمرين في ولاد عمران وفي العونات وداك الشيء، والبلاصه ديالهم فين كيجيو هي سيدي بنور، فين يتقدى وفين كل شيء، وكانوا نصارى فيه وفي جزائريين واصله بزاف كانوا هما مع الحاكم، وكانوا هما هنا من المستجرادين منهم الواسطين. الشيء الاول ديال سيدي بنور بان ايطاليان. إيه كانوا حطاليين وليك طاليين اشنا هما حين كان الحبس هنا. لا كان الحبس كيجيبوهم ليه هي هذيك الحرب العالمية الثانية وعمروا جوا هذا الحبس كيجيبوهم ليه. كانوا الحبس واعر عندنا نفس سيدي بنور، بينو سيدي بنور كاع كان الحبس. علاش كتجي الناس؟ كان هذه البلاصة قشلة فيها الحبس فيها المخازن. حين كان بكري في اسمه في السيبة كيجيو حين كاين هاد السوق كيجيو ليه الشفاره بالخيل وكيكسروه. بقات الوقت اللي جا الاستعمار وداك الشيء داروا مخازنيه وداروا هاد البلاصه اللي باركين حنا فيها اسمها القشله. الشريف قالوا لي الوالد ديالك. الوالد كان بكري كان شيفور بكري. شنو وقت هادشي؟ واه اش غادي راه في عام 18 وعام 16 ملي دخلوا النصارى، وكان مع المقيم العام في الدار البيضاء. هو جا من البلاد دايز للدار البيضاء عاد باش في الاخر كان عاد جا سيدي بنور، جا الجريده عاد جا سيدي بنور. قالوا لي قول بيرمي عندكم النمره ثلاثه معروفه، وكاين البيرمي الان ديالو لا بغيتي بيرمي ثلاثه كانوا دوزو جوج نشارة هما الاولين عاد هو الثالث. بكري ما كانوش البيرميات الوقت يالله ما صايقين هو قبل ما يكون كان بلا بيرمي. قلت لي كان المركوبه هذيك الساعه. كان المركوبه سيدي المركوبه هذيك الساعه كانوا الكيران كانوا الكيران هذيك الساعه كيمشوا بالفخر. الفخر الفخر ريح هذيك الساعه سلم على صاحبك ولا قلب على غرابه تشرب ولا شي حاجه ولا حق وعد في التامير وقول حفيظ الله تبع الكار ركب عباد الله راه في دوزيام ايطاج الفوق شي كيف لي في سروالو شي كيف لي في تشاميرو شي في ليبي كيف لي والقمل. القمل كان ياكل عباد الله هذيك الساعه كان عاد تشاميرو غادي في ليفي تا يوصل لدار بيضاء وباقي ما سالاش تا يقرب القامرة عادي يلبس حوايجو على قيداش نصارى تم الى لقاو فيه شي قمله ولا شي حاجه حيت كان هذاك القمل الكنيب كيخرج سميتو الكنيب الرقيق هذاك الكنيب دابا هذا نوع هذا نوع شحال من نوع كاين القمل؟ ثلاثه سيدي ثلاثه كاين الكنيب والبسيبسي والمركب خيو. الكنيب والبسيبسي والمركب خيو والمركب خيو. شنو البسيبسي؟ البسيبسي يا سيدي هو ديك الجمله جيعانه جيعانه صفرا ما كاينه والو اللي حطت عليه مشى ما كاين تعيش بحال ديك الناموس اللي كيمص بنادم زيد. والاخرى المركب خيو. المركب خيو ديك الجمله اللي معرقها دم شبعانه شبعانه راقده فوق خدها. والاخرى هذيك وهذاك الكني بدا هذاك هذاك كيتسمى سربيس هذاك هذاك كيخرج من السيبان وكيمشي مع الخياطه. الخياطه كيتبع هذاك بشي فلكه ولا بشي حجره ولا معرض باش يتيمم كتسمع قا 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 بحال ما تبعيا كانت كرفساس كانت كرفساس سيدي ماشي ماهيش بحال درك ويلي دابا عاد من خرج الرابوز عاد ولاو داعين في المدارس يا سيدي دار لنا روابز وكيصوتوا علينا وكان كان فاخر كان دول البرغوث داك الاول المليح التيل القسم كاع مقلوب كان بقاو مقلوبين تيخرجوا لنا استراحه غنخرجوا بحال هكا كاين البرغوث دول البرغوث داك داك لاسيليس الزرق كيفاش؟ الزيت المعروف كنا نديروا الريوزنا واش هذيك الساعة كان قلت لي القمل أو شنو آخر؟ كان القمل وكان القرع. كيفاش القرع؟ كان عباد الله بعدين ثم القرع غادي وحك وعيني خارجين يبان لك الجير كيطير من فوق راسه. الجير؟ إيه الجير بحال هذيك القشرة تاعت الراس طيطوار صافي تقول تايا السيد بارك يا سيدي بحال ساري غرب الفوق وشي واحد وشنو هو ذاك القوب ولا شنو؟ القوب خاوي وكنا باش كنداووه في الزيت في الزيت المحروقه هذيك الزيت المحروقه بعد كيخرج الدري يديروها لي وخرج القيله تقلبوا الشمس اذا النهار كامل هو مقلوب زعما راه حادي البهيم كتلقى راقد والبهيم راه مجي للخيمه هو راقد في الزنيقه بعدو كيبقى مطروش تما يبقى مطروش يبقى مقيوس تما المدرسه ثاني الا كنت قدام المحكمه وبان لك دوكا اللي جاي كيبكي حياني يا خويا ظالم ها ظالم اخوي ويبكي ايبكي كيفاش؟ ولا لقيتيه كيضحك عارفيه راه مظلوم
بصح اي كيف كان قلب بكا لا كان قلب بكا راه مقفرها بصح ويلي ويلي العافيه شاعلها وبدا ينحط الله الله يحفظ لما بدا يدرك قدامك عارق مالو طيحوا المسلمين عارق على خنجدو اي عاد مرتو تدير القطران في قنوتو عاد ينوض تقعد يا المهدي تقعد كيفاش مالو جدي واحد جدي يا سيدي عندنا واحد البلاد بعيده من دوار عندنا اسميت هذيك البلاد يا سيدي سيدي بو عيشه جات حدا دوار الحاج طاهر وبعيده من وبعيده منا اش كيدير هذاك بعد يا سيدي كيشوفهم هما ما كيطيعوش كيحرت في زريعة الكتان لازم هذيك زريعة الكتان حيد لا كلوا البهيم ما يباتوش عند مولاهم كيتفرقعوا كيتفرقعوا بهلا واكلين اه واللي سلت ما تفرقعش كيقيدني عاد تفرقع ما تسالو ما يسالك ما تفرقعش يقيدني هيا الله يرحمه مسكين دابا بعد كده وتفرجوا في الغيامات القدام شكون كتجيبوا كنا سيدي كانوا المغنية داش كيجيو في الكراول لا 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 كانوا هذيك الساعة كانوا الكرارسة سيدي وكان الحمير نولولا نولولا هي دابا المغنية كيكونوا في الدوار الوراني نقولوا بعيد منا بشي 20 كيلومتر وتمشيو كان مشيو سيدي ما تعرضوا ما تعيش والو لا 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 اسمع لي كيعلم هو كيقولوا المغنية راهم جايين الليلة للدوار وكتمشيو نتوما بصح قلنا لهم مشيو حنا عزارة والعزارة الاخرين لا ما قبلوناش كنبقاو حنا مغطين على كروشنا في الدلمة ونتفرجوا من تيسع والغنية مرفودة اش يغنيو مثلا غنيو داك الشيء ديال تكبت الخيل على الخيل وفينك يا عرفتك مسيميمة متحيزيمة كان واحد الواحد يقول لي مسعود ود الخراقة مسعود ود الخراقة كان هو والسي عجم عمرك ما شتي هذاك السي عجم كيشطح وديك المدمه كتبقى الدور الدور تتولي بحال رونديل بحال رونديل واش البولون يولي هو بولون وديك الحزام ولي رونديل شويه عجبه شو داك الشطيح كي كان وشويه ود الخراقه يا سيدي سير يا سيدي قيس داك الوتار ويسير على فمه كيردو تعريجه قاف 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 والصغاريد خدام والحصيره كيشرقها بدوك الرجلين تم غاديه بحال غاديه فوق تراكس عمرك ما شتي الحصيره ديك بقاريه تم غادي ودوك العواد تابعوا لها يشر شويه في الاخر ثاني كيقلب ثاني على ركابي تراكس دايزا كتصاوب الشانطه كيفاش قلتي لي هذاك العرس مالو هذاك العرس سيدي السيد عدو الناس كيمشي ديما يغرم على الناس العرس ما يبرك حتى على شي عرس هو قزار هو قزار لاباس عليه ويطهر الدراري ايوا الحاصل هو سيدي السيد ذبح واحد جوج كرفات صاب لك واحد الحفله البنيه كي دايره تقريبا خزانه خزانه تقريبا غادي يكون فيها واحد 400 متر كبيره كبيره طاول عارفين بلا ما كاينش كاع السواقه غادي يجوا صحاب المياه والسريه ديال ديال السوق ديال 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 السوق سيدي بنور هو سيدي بنور هو هو معروف زيد اجوا الناس من ولاد فرج من حد العونات من كل شيء الخميس مامرق كل شيء جايين عندنا وعلم كاع الناس ايوا الحاصل هو سيدي صاحبو اتابعو صاحبو حريبي بيعو شريب قاطع على يقي يبيعو شري ما يخلي لك حتى بلاصه عرف دكاكا كاينه غتدخل الفلوس والغرامه ايش قال لي قال لي فلان قال لي العام قال لي اودي راني نبيعو شري معك في هذا العرس قال لي خليك منها احنا قال لي والله الا معك معقول قال لي بشحال طالع لك العرس قال لي عول على شي ثلاثة واش قال لي خود في أربعة قال لي لا قول معايا مني منك تداروا خمسة ونص خمسة ونص خمسة الملايين ونص باش شرى من عنده العرس باش شرى من عنده العرس واش هذا بلاش وكشري العرس الحين العرس فيه ستاتي وجايين الناس عند هذاك السيد الزحام جايين السيد ما كيتلع لحد ما يتلع حتى واحد عارف الغرام ما غتجي صحيح نعرف ما كاينش زيدت تعرف ستاتي يعني كان عبد العزيز يلا هبان كاع يعني الناس كيجيو عندو فين ما كان زيد ايوا الحاصل هو سيدي بدا الجرة خدامة يلا ما ديال الله بدا عبد العزيز بدا عبد العزيز الوجبة الأولى الوجبة الثانية جابوا الطبق أدخل يا سيدي الطبق هو والقالب تاع السكر زيد ها من جانا يجي الخير اش كيقولوا في هذاك البراح اش كيقول؟ من جانا يجي الخير يا وفينكم أصحابه يا وفينكم أخوته يو فينكم أهلياتو عام الجانا يجي الخير هاو تير بدات 20,000 هي الأولى 20,000 20,000 خطرة هاي
شرينا الروت خميز مامرة شوية تاني ضابلوا الآخر قال لي 30,000 30,000 الروت ستات الناس كيجوا عندهم ستات عشي السيد عندهم يام سري يا الله ما دي الله يا الله ما دي الله شوية السيد يا سيدي الناس ولات عقب على فبركة على الفلوس باقين عستهديبين يبقى يجمع أبقى يجمع فات 5,500,000 أي السيد يا سيدي بعد بدأوا يجمعوا ديك الحصيصة على قيدش كاين المقدم وصاحبه فقيه يبركوا حدا الطبق كيحسبوا البركة شحال لقوا كيحسبوها حسبوا لقوا 7,500 ربح جوج بردة جمع دور مع المقدم لا لا ما كيش المقدم حين فقيه كيجمع هذيك الأمانة كيعطيها مول العرس مول العرس مول العرس شدة عطاها السيد اللي شرى من عنده العرس أربح جوج ونص الله يعز القزار والله يعز القزار ولكن الله يعز استادي يكون ما استادي ما يجيوش هذا القزار كان بلادهم كيتفرج واش لعبت الدراري انتوما كتعرضوا له واو يقد شي برهوش يغوت ولا يدوي ولا شي حاجة ما كاين حتى كيمل الفم شنو واحد راب ليه فمه هذاك لا يا هذاك لا بعد تكون الماية مهزوزة ولا شي حاجة ويضحك شي دري ولا شي حاجة فمه مشى كي لقمو بحال هكا يلوح عيدو عيدو راه مشات عاد فمه هو بركا يتفرج هاو تسمع سير هكاك وتسمع خويا كان شي غرام مع هذيك الساعة الأول والغرام 20 ريال 30 ريال كان اللي جاب البيض 4 بيضات 5 بيضات يتفقي ستم يتفقي باش يتعشوا الشياخ كان اللي جاب يا سيدي فروج هاد بعتكم الشياخ الايام كان دجاج قليل كان دجاج قليل دجاج بلدي هذيك الساعه دجاج بلدي اش هذا ديال البيض ويلي البيض ما كاينش واه عالي راضي عليه سيدي ربي كيدخل الدرك اش قال اشري بلدي لا هو دوالك على داك الدجاج البلدي زعما لما كنتيش زعما لاطميه ومعلميه تخلي يرقد في الليل والله لا لقيتيه بالله ما يجيش وهذا ديال هذا جو مسمي جورج درواش مسكين كان براقد تركت العمه بالموس هو بركا ينقب زعما قاطي هذاك الشيء ديال ينقب مسكين هو خدام مسكين الليل كامل قول لي نعم شريف كانوا قلت لي المغنيه ديال اللي كيجيو بالقويطنات ديالهم كتجي هذيك المرحله الدوز هي الاولى كيتبعوهم اي سوا اي سوا لا يبقى شي درا يبقى شي دراكو كياكلوا الدراكو ويلي 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 ولا بغيت لا 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 شي واحد يا سيدي من دوك عيسى وهي عدوه يكون لابس الحمر شي واحد لابس الحمر ياك انا بالله بشرى الحمر انا بالله بشرى الحمر الا ما فهمتيش راسك لا حتى ركب تاع الدرك دابا لا تزعكم تبقاو حتى الدرك يدوزوا من الفيروج واش لعبت هاد الدراري وما ايش من فيروج هذا الحمرين ايوا ما حملوش الحمرين ما حملوش الحمر هما والو لا دار بيضا يبقى فيها شي طاكسي والو حيت هي اللي دايره الحمر والله يا بولا بقى فيها شي طاكسي الناس كانوا يدوروا في لونطي تديخ مع راسك والو لابس ويلي ويلي والنيكس وتقول وكانت الحزانة كان الفريزي ولا مكان لا ما كان القرن كان القرن داير فيه قرش على النقرة على العواية وعلى العين القرن كيديروا ديما في هاد القنة هاد الورانية هادوك اللي كنشوفوا الشينوا لا الشينوا كيديروا الوسط حنا كنا نديروه هنا في جناب بحال الطير ديال الطوموبيل كيديروا اللور اللور دما القرن كيجي مع القرش هو هذاك ودمشطي لي امو ودفر لي راجل كبير خاصو حتى يكمل 16 عام عاد تحيدوا لي كتخاف على العين كيتسمى العرف هذاك لا حنا مسمينو القرن دابا كيحسنوا لي هذيك الحسنه باش يعيش باش يعيش عند الدري على عقيدهش كاين الصقع اللي كتخرج عليه تيتسويت اما ترقد فوقو ولا تركب فوقو تخرج على الطفل وتقول لي راه ضربته العين الوقت اللي كنت كنمشي للسوق تاع الصغر إيه؟ كي كان كيجيك السوق ديال سيدي بنو او 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 اش من نضلوا في الحلاقي كنشري 4 شفنجات شفنجه فين بحال رونديله دايره في دراعك يا سيدي وحده خاشي ما كانش هذيك الساعه ما كانش هاد الميكا ما كانش هذيك كان 10 شريط ولا ما لقيتي هذيك الساعه باقي شريط ما بحيدوش من الدوم كتدخل فايدك والله ليه دير بحال الدبليج بحال الدبليج مسحبه دبليج وحده تاكل فيها وحده راه فيدك وحده راه دايره الفضيحه على تبعوك الكلاب لا دراع لا لا دراع لا علاش بنج علاش بنج وكون يبقى الشفنج بعدا الدراع يمشي يتخلف الدراع يخلف اي كيقولوا سيدي دكوالي كيزور يكون يزور في الدرا في الارض اي عيب يزور يقيد بجيرانه
لا ضروري يمشي قيد بهم باش يجي المقال مع العربود قد قد عند عارف غادي الدراري يمشيو يسرحوا ويفلعسوا لي دوك العراب العراب ديالهم ولا فينا والدراري ما غينوضوا واحد 6 شهور ولا شي ايوا يبدا غتخرج هاد القضيه بقى يتسنى باش تجي مع الدرا قد قد عارف هو غاسو يدير المقال مع الزريعه باش تخرج قد قد هذه هي مع العربود ما كانش مع العربود قد قد الا كنت قدام المحكمه وبالك دوك اللي جاي كيبكي حياني يا خويا ظالم ها ظالم اخويا ويبكي ايبكي كيفاش ولا لقيتي كيضحك عارفيه راه مظلوم بصح اي كيفاش كان قلب بكا لا كان قلب بكا راه مقفرها بصح ويلي ويلي العافيه شاعله وبدا ينحط الله الله يحفظ لما بدا يدرك كل قدامك عارك مالو طيحوا المسلمين عارك على خمسته اي عاد مرتو دا يدير القطران في قنوتو عاد ينوض عاد قاعد يا المهدي تقعد قلت لي الشريف ديال الناس ديال القجمه اللي كاينين هنا في دوكوالا شكون كان عزوز ولد قرن وكانوا ناس زعطوط زعطوط ما كانش عندنا هنا الخارجو الخارجو جديد ما كانش هنا لا كانوا ناس كان داك الطهر ايه والثاني ديالو هو ايه وكان هو ولد قرن عندنا ملي جا سيدنا محمد الخامس الله يرحمه الوالديه ديناه معلينا يوم اللي سالا قال لي سيدنا دور معاه قال لي ودير لي عف قبو يدير لي عف قبو كان داير حلقه في السوق هذا الحاج عزوز والقرق داير حلقه في السوق جاو مولين الصنك باش يتخلصوا هز الجلابه ديالو وزاد قال لهم تخلصوا خذوا السلعه ديال الفوريان ما عنده والو كيفاش هذيك ديال الزياده قلتي كان جيب طاكسي هز البلايص زياده هو طاكسي ديالو والقرد اييه زيد وحبسوا الجدرميه قالوا لي عندك زياده قال لي مبارح سمعت في الراديو الزياده راني تنزلت والقرد سيدي شدوه جدرميه زيد علاش شدوا لي الطاكسي ديالو والطاكسي ديالو شحال فيه من عمرك شتي طاكسي عنده الكريسونات عنده ثلاثه الدراري جوج كريسونات وواحد واحد واحد كيصوب ايوا شدوا لي الطاكسي دخلوا الفوريان جا الدري يا سيدي كيجري عدو يجري عدو قال لي ودي الطاكسي راه دخلوا الفوريان قال لي علاش قال لي يا سيدي ما عرفت علاش قال لي زيد قدامي تم غادي ويا دخلوا لابريكاد ايوا بعد دخل عدو يا سيدي لقى واحد جدرمي فهم الباب قال لي دخلناك بالله علاش شدوا لي الطول قال لي ودي الدري عدو البنواد من الحوسين شويه بعد سمع البنواد من الحوسين تم غادي داخل بغى يشوف الشاف الطوموبيل قدام البيرو تاع الشاب بدا يشوف ليها في الرويد يبانوا لي من الحوسين قال لي انت كيفاش شدوك تاعي علاش قال لي اودي على البنواد من الحوسين قال لي تعال تبعني دخل عدو قال لي واش انت علاش شديتي يا طفل قال لي اودي البنواد من الحوسين ديال الطاكسي ما عندك يدير لي يدخل الفوريان وصافي قال لي البنواد عندكم ديال ليركات تاع من الحوسين قال لي اودي اسكت تعال دخلوا برك هو ويا قال لي اودي احنا رحنا طالبين الاداره تقريبا شي 6 اشهر باش طالبين على البنوات يتبدلوا وهاتا كتشوف هو نقز ليه ولد قرد قال لي اودي لك تي طالبين انتوما 6 شهور حنا خصنا 6 سنين باش يجيونا هنا هذاك اللي شريتو بغلا كيفاش؟ جدي مسكين الله يرحمه اي مشى رحبة البغال باغي يشري واحد البغلة تعرف هاد الناس القدام عزيز عليهم البغلة كيدير لها شتري جا يعني بحال لا راكب على معناتها اش راكب على عود زي ومعاه يدير اللبدة ويدير فوق يا سيدي ويدير ديك السلعمة ديال الملف ويتم غادي واحد المشية مخزانية زيد ايوا عجباتو وشريها شكون اللي غايديها للدوار يديها على تا اي هي زيد ايوا ركبون عليها يا سيدي الله وليدي مع الله والدوار شريوا عليها نص كيلو ديال الفول غادي ما طيحاتك ما والو لا غلاش يمشي يعني مرزنا وقفيد وقف زيدي تزيد رحمة الله رحمة الله شي مشيه يا عجبة زيد ايوا وصلنا قيت اربطها يا سيدي عطيناه الثمن يلا ما ديال الله ايوا جاو قلبوا لقوا البغلة بلاصتها يدوزوا حداها البغلة دروشة ما كاينش هاك بلاك الصباح يا سيدي بعدنا هذا بغا يحولوها رجعت لي مشينوي كيف شينوي؟ شينوي يا سيدي الركال اسمع على البرد بعد شي قريت على عمي دخلت لي الرجل اخوة عليها دخلت الرجل في الجيب ديال الجلابة بقات مشان القاتل وبقات لا وحفيد ما حيدنا ديك الجلابة عم الزيتات تخبر لكم تخبر لنا الله بعد قلبناها لقيناها دايرين لها سيدي النفحة
بنجا صافي بنجا ما تفوش نهار ما تفوش نهار نهار عدد 8 سوايع 9 سوايع صافي كتفوت صافي كتفوت كترجع لديدانا ايوا شو مالي دروك الرجال اللي ولاو كينفعوا واحد دوزوا لي هاد الايامات لقاو في راسو البي البي مراكب في المخ او اي البي هكاك هذيك الحفيره اللي كيلعبوا فيها الدراري البي ولا مخو بحالك كيفاش علل هذيك ديال البغل دوك اللي خدامين عابر البغل دوك البي شريه ديال الرامه اي اي على هذوك هذوك سيدي عندهم واحد البغل تقريبا شي عام خدامين به خدامين به بحال عندهم كار شنو البلاين بحال القريمه بحال القريمه تماما وشنو البلان اللي دايرين البلان سيدي دايرين من ثلاث كيفرقوا ديك 40,000 30,000 20,000 على نهار السوق نهار السوق كيجيبها لهم داك البغل فاش خدام هذا البغل هذاك البغل كيدخلوا للسوق راه بعد فهم بحال غيبيعوا زيد باش ما دخل شي بيع وشريك يعجبوا البغل البغل صحيح عاطي العين زيد كيطلبوا فيه مليون مليون و40 السيد عاك يقلبوا كيقول لهم 160 يبقاو معاه يلا ما دير لك كيقول يبيعوا لي بديك 170 خاصهم على الفلوس دخل كيشدوا هذيك الفليزات يا سيدي كيزيدوا بحالاتهم واحد ثلاثه منهم كيتبعوا داك مول الغل اشريتي هذا المبروك اياه تبارك الله بشحال 170 او هذا ديال 170 كذبتي قال لي وشحال قال لي هذا راه ديال مليون ونص الاخر يقول لي صاحبه قال لي واقيلا كون راه في شي عيب قال لي لا سيدي هاو قدامك ما في لا عيب لا والو يا بلاتي اش نقلب لي عيني شاهد العيني شاد واحد العود خضره يبغى يدخلوا لي العينو ما كيرمش ما يرمش داك البغل ابدا والو لا فادي هو تقول العيني مجوع والو يلعب ابودني امالو قلنا لك راه ما قولوا لا بقول اش تقول قال لي واش شاد شي ضامن قال لي ودي شاد ضامن قال لي وسير مع هذا السيد باقي هنا قرا لي البغل نشدو وما راه صاحب السيد شان قال السيد باقي متكي على الحيط سيدي بعدي لي البغل قال لي راه في البغل بصير مدغول مدغول البغل ما كيشوش فيه العيب والعيب في القانون كيقولوا ارجع للمولي تم غادي يا سيدي شانق عليه تلعب البغل دخلوا صحابه اللي كيبيعوا يشريوا البغل هذوك تا هما حين صحاب وبدا يفرقوا بيناتهم قال لي خلي لك ولا خلي لي قال لي ما سيدي انا تانا شاري شريت في السوق تانا بعته غير خلي لي 30 ولا خلي لي 30 مني منك مني منك تاك خلي لي الاخر 25 شدوا هذيك 25 كيف فرقوها يا سيدي الاخر زاد بحالاتو هما مشوا بحالاتهم هذا هو بلانهم هذا هو بلانهم معروفين في السوق معروفين من السوق السوق هذه قلبهم اي ما غيسلط عليهم تا هما ربي واحد القوالبي فين يبانو هما هذاك القوالبي تا هو كيشري على بغال دوك اللي ما يشوفوش عادوا واحد البير البير زي البير وهذاك البير داير فيها سيدي فيرما البغال اللي ما يشوفش العذاب الشديد ديالو هي هذاك البير كيديرو كيربط امو يخليه يدور نهار كامل صافي ما قلتو كاينه كيقلب على البصره فين ما كان البصره ديال البصره ديال البغال ولا ديال الحمير ولا على الحاجه الصحيحه ارجع عندهم ارجع عندهم زي شرا من عندهم سيدي البغل كيتسناو باش يديروا القالب ديالهم كيتسناو يديروا القالب ديالهم تبعوا واحد الوعد قال لي راه ما يشوفش راه هذا راه تصيد تي في الاخر مع الخدامه ديالهم ضاربين مع البغل يطلعوا فيه الكاميو ما يشوفش انا باغي الخياط راه ما كيشوفش باغي خياط انا قبل البراق هازي راه ما يشوف قال لي ما سيدي ماشي شغلكم عرفناه ما يشوفش خليه يطلع سيدي خذ 40,000 خذ 60,000 خذ فلوسك الله يسامحك قال لي والو خدامين بيع عام انا راه نوبتي انا غادي بين البيع صافي مصيبه باش يلقاو واحد مين غادي يلقى شحال قدو قدم لكم برنامج ريحه الدوار بمساهمه مجموعه القرد الفلاحي للمغرب.